خطأ شائع بين الناس هو استهلاك ماء الحلبة. الناس كيستهلكوا ماء الحلبة وما كيستهلكوش حبوب الحلبة. الماء كيحتوي فقط على الألكالويدات، مثلا تريغونيلين، مادة اللي كنلقاوها في الحلبة خصوصا في ماء الحلبة. ملي كنرقدوا الماء الحلبة في الماء، هاد المادة كتخرج للماء. هاد المادة من بين الأمور اللي كدير كترخي شوية، أحيانا كتنشط وأحيانا كتنقص من الآلم. هادشي على حساب الكمية اللي تناول الشخص. اللي يشرب إيطرو ديال الماء الحلبة مثلا ماشي بحال الإنسان اللي يشرب كأس ديال الماء الحلبة. هاد المادة نفسها كنلقاوها في القهوة الشاي، وهي اللي مسؤولة على الحرورية ديال الشاي والقهوة. كذلك كنلقاوها في الشوفان، البطاطيس وكثير من المواد، ولكن التركيز مختلف. مازال حاجة، ماء الحلبة فيه مادة كتخدم بحال الاستروجين. الاستروجين كنلقاوه بوفرة عند النساء، وهذه حاجة مزيانة. هذه المادة كتنظم الهرمونات. أما الحبوب ديال الحلبة فهما خير وحسن من ماء الحلبة، نظرا للفوائد الكثيرة اللي في حبوب الحلبة.